بننهي نهارنا مع وطن ام تي في بلمحة سريعة عن برامج الام تي في لليلة. رح ابدا بما فيه هالمسلسل اللي عم ياخد هالقد ضجة. مسلسل بيحكي او فينا نقول انه مسلسل بوليسي عاطفي اجتماعي بيجمع كل هالمواضيع سوا. حلقة جديدة الليلة بتفرجينا تطورات كتيرة مع مشاكل نفسية، مع العلاقات الإنسانية يلي فعلا بتكون معقدة، علاقات عاطفية مستحيلة أيضا. رح منشوف مشهد نعلق عليه أنا وياك. أهلا ياسما، فوتي حبيبتي فوتي. ماني جاية أقعد، جاية أطلب منك تجي لعنا على البيت. ليش بقى؟ محامي جدا يحوي عنا، بده يقرأ الوصية. آخر هم الوصية، أنا مش ناطرة شي من بيي الله يرحمه. جدي وصل المحامي إنه ما يفتح الوصية غير ما يكون الكل موجود، وأنت معنا، مكتوب اسمك بالورثة، يعني إذا أنت ما جيتي ما في يقرأ الوصية. قولي له إني أنا راضي يفتح الوصية من دوني. ما بيقبل عمتي، أنت تعي اسمعي واللي ما بيعجبك ارفضي. وين انتو ببيت العين؟ ايه كلنا هونيك، انا جاي اختك وانا برجعك. طيب رح خير تيبي. انا رح انطرك تحت حد السيارة. ماشي. ليش؟ ما فينك توقفي معي دقيقتين؟ كل هالقد مو طايقتيني؟ لا مش طايقتك، خصوصي بهالبيت بهالمطرح بالذات عشت أحلى وأسوأ لحظات حياتي. معك حق، بس بتعرفي أنا رغم كل شيء كل ما يجي لهم ما بتذكر إلا اللحظات الحلوة. لأنه أنت ما ناطرتني وأنا ما جيت، ما لبست ثياب العرس وقعدت على الكرسي وناطرني وعم بتعد الدقايق لحتى أوصل وأنا ما وصلت. أنت عرفتي إنه ما كان ذنبي، ورغم هيك لساتك عم تلوميني. كتير قاسية يا اسماء، انتي كتير. أنا بحياتي ما كنت قاسية، صرت قاسية من بعد ما حبيتك. بذكر بأنه ما في عم يمرق من الأحد للأربعة على الساعة 8:30 المساء. مسلسل قصة كتابة كلوديا مارشليان، إخراج رشا شربتجي، إنتاج الصباح للإنتاج وبطولة فاليري أبو شقرة، معتصم النهار كارلا بطرس، بيير داغر، أحمد الزين اللي كان بإطلالة مميزة جدا، ليان نمري، زينة مكي اللي بدي وجه لها أيضا تحية على هالتمثيل الرائع. مسلسل فعلا فينا نقول كامل من كل الجهات، منتابعه عبر شاشة الام تي في من الأحد للأربعة. مثلي مثلك مسلسل اجتماعي انطلق عبر شاشة الام تي في مع الإعلامي وسام بريدي، تكسير للقواعد، شهادات مؤثرة جدا عم نتعرف عليها خلال هالبرنامج اللي بيمرق كل نهار أربعة على الساعة 10:50 المساء. تحقيق أيضا متابع اليوم الأربعة على الساعة 11:50 المساء عبر شاشة الام تي في. وبذكر بانه مسلسلات فتره بعد الظهر متابعين نيران صيفيه من الاثنين للاحد على الساعه 6 المساء، وبنشوف اعاده لمسلسل اصحاب 3 يوميا على الساعه 7:15 المساء. برامج وان تي في منتابعها ايضا، برنامج وان تو زي بتابعوه الليله بحلقه جديده على الساعه 7 المساء، وبرنامج وان تو زي بيمرق من الثلاثاء للسبت على الساعه 7 المساء على شاشه وان. ايضا 10 to 1 منتابعه كل سبت على الساعه 6 المساء عبر شاشه وان. اكيد بنستعرض من خلالهم كل اخبار الفنانين وايضا كل التوب 10 للاغاني يلي عم بتكون اكثر هيتات موجوده على الشاشات والاذاعات. ايضا هيدي كانت حلقتنا بي ام تي في الايف لليوم، ان شاء الله بتكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. موعدنا بحلقه جديده بكره على الساعه 8:30. دايما كونوا على الموعد. بدي اتمنى لكم بقيه النهار كتير مفيد وايضا ممتع. باي باي.